الكرة النسائية السنة دي جامدة جدا، الحمد لله. دوري قوي ومنتخبات وفريق مسار بيلعب دوري سيمي فاينال دوري أبطال أفريقيا. نتاج تعب 3 سنين يعني النهاردة بنشوفه ده، ونتاج تعب ومجهود 3 سنين. فريق مسار المصري محقق إنجاز تاريخي لأول مرة في تاريخ مصر يبقى في ممثل في دوري الأبطال يوصل للسيمي فاينال. بكرة هيلعبوا صح؟ بكرة إن شاء الله يلعبوا سيمي فاينال مع الجيش الملكي المغربي، فرقة قوية قوية جدا جدا، بطل دوري الأبطال 2022 2023، فبالتالي وأقصد كمان سان داونز اللي هي بطل دوري الأبطال السنة اللي فاتت على طول، فماشيين بخطة ثابتة ما شاء الله عليهم، عندهم استراتيجية من أول يوم شغالين عليها، متطورين جدا، معاهم كابتن احمد رمضان وجهازه الفني المعاون. بصراحه بيشتغلوا بفكر جديد متطور، مواكبين الكره الافريقيه فعلا ماشيه ازاي، التطور اللي بيحصل في افريقيا كله. خليني اقول لك برضو ان فريق في مسار فيه حوالي 7 لاعبات من منتخب مصر. لو هقول لك اسماء، عندنا مايا ايهاب تحت 20 سنه منتخب، عندنا حاله مصطفى، عندنا كمان حبيبه عماد حارس المرمى كانت منتخب تحت 17 سنه وبقت دلوقتي منتخب تحت 20 سنه، عندنا ميرنا كمان، في اسماء كتيرة موجودة معاهم. وفريق مسار ده اللي كان توت عنخ آمون، كان توت عنخ آمون وغيروا الاسم بقى مسار بتاعه يعني. كان في بطولة في التصفيات دوري الأبطال كانت في تونس، كان اسمهم لسه توت، النهارده متسجلين بمسار. والله توت عنخ آمون اسم حلو، اسم فرعوني، اسم فرعوني طبعا، يعني بيدل على الهوية المصرية. وكان بصراحة عامل في التصفيات شغل هايل جدا جدا، وكان يوم ما خرجوا على ايد الجيش الملكي كان يوم حزن جامد علينا بصراحة هناك. وكان بنحاول بكل قوتنا ان احنا نستضيف البطولة في مصر عشان يبقى فريق مسار من حقه ان هو يشارك، لان هو شفت في البنات عندهم طموح بصراحة يا كابتن جدا، وعندهم حلم عايزين يحققوه مع ناديهم، وفي الاول وفي الاخر هو ناديهم بيمثل مصر، فبالتالي هو حلمهم معانا كلنا، وكنت سعيده ان انا كنت موجوده معاهم وكنت حسيت بالتجربه دي معاهم. السنه دي كسبوا سان داونز طبعا. هو خلاص صعدوا بالمغرب لما استضافت البطوله، فالمغرب اصلا بالتبعيه عندها الجيش الملكي ممثل، فاحنا صعدنا بقى ليهم، فالحمد لله ماشيين بخطه ثابته ان شاء الله، ربنا يوفقهم. بكره ماتش قوي جدا جدا، الجيش الملكي زي ما قلت لحضرتك بطل دوري الابطال ومن الفرق الثقيله، عندهم كمان لاعبات على مستوى عالي، احنا كمان عندنا لاعبات على مستوى عالي، بس هيبقى في ماتش بكره قوي 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 ان شاء الله، ربنا يوفقهم ويوصلوا نهائي افريقيا، تبقى حاجه حلوه قوي ان شاء الله باذن الله. بس انا برضو عايزه اشيد باللي هم وصلوا له، وان هم وصلوا للمرحله دي بجد ده انجاز تاريخي للكره المصريه، كره القدم النسائيه كمان. انا شايف ان الفتره اللي فاتت يعني مش عشان انت موجوده معانا بس، في شغل في الكره النسائيه بقى، عندنا دوري قوي في الاهلي عمل فرقه والزمالك وبيراميدز، يعني بقى في فرق دوري مصري بنتفرج على الماتشات في التلفزيون، وبقى في ماتشات جامده الحمد لله. ما ده برضه هقول لك تعب، ما كانش في دوري يعني، كان في دوري كنت بسمع وادي دجله مش عارف بيلعب يعني، ما كانش الدوري بالشكل الحالي بقى والاهلي والزمالك موجودين. لما تشتغل باحترافيه وتبقى قريب من الانديه وتحاول تسعى ان انت تعمل حاجه بشكل كويس، فبالتالي بيبقى عمليه فيها جذب للانديه ان هم يشاركوا. خلينا نقول برضو ان رخصه الاتحاد الافريقي والترخيص التراخيص ليها دور مهم جدا في الموضوع، ليه بقى لازم فريق كره نسائيه يبقى عنده بيشارك بيه او يبقى عنده الفريق او يعني انا عايز نفهم بس المشاهدين ان الاتحاد الافريقي الزم عشان الانديه رخصة. عشان تطلع رخصه محترفين يبقى عندها لازم تعمل فريق كره نسائيه، يبقى عندها فريق كره نسائيه. ولكن خليني اقول لك النجاح اللي بيحصل ده مش بس عشان الزام الاتحاد الافريقي ده، لا بالعكس انا شايفاه دي صورك مع ده منتخب مصر تحت 17 سنه البنات. عايز اقول لك الصور دي هم برضو في ماتش الاردن كان الاسبوع اللي قبل اللي فات على طول، كنا عاملين ده نتاج بروتوكول تعاون عاملاه مع الاتحاد الاردني لكره القدم، فمن تبعيه البروتوكول ان احنا كنا عاملين ماتشين موديين في مصر هنا الاسبوع اللي قبل اللي فات عشان بنجهز منتخب تحت 17 سنه للتصفيات اللي جايه ان شاء الله لكاس عالم. وبصراحه البروتوكول ده ابدا يعني بلاء حسن مع اللاعبات، لان اول مباراه احنا كسبنا 5-0 وتاني مباراه كسبنا 2-0 كمان، فكانت تجربه هايله بصراحه. ده بالنسبه للصوره دي هنا في لجنه الكره النسائيه باتحاد شمال افريقيا بصفتي عضو فيها في اللجنه. وبصراحه وجودي في لجنه الكره النسائيه في شمال افريقيا ساعدني كتير قوي ان انا اقدر ان انا اطور اللعبه بره وكمان جوه، لان انت لازم تشتغل بالتوازي داخليا وخارجيا. محليا زي ما قلت لحضرتك الدوري بتاعك يكون منتظم، ده مهم قوي، يكون عندك مسابقات منتظمه، عندك مسابقات للناشئات. خارجيا زي ما قلنا في شمال افريقيا اللي هي دول تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر معاهم،
المغرب تجربة هائلة جدا، لازم كلنا نستفاد منها في الكورة، بالذات كرة القدم النسائية. عندهم منتخبات قوية، فرق كمان في كرة القدم النسائية قوية، فبالتالي كنا في خطة واستراتيجية من أول يوم لينا في اللجنة إن إحنا إزاي نعمل كوميونيكيشن وتواصل واتصال بين الدول دي وتستفاد من بعضها في كرة القدم النسائية من خلال بطولات بتتم بشكل دوري لمختلف الأعمار السنية. يمكن في شهر سبتمبر اللي فات كان عندنا بطولة للأندية تحت 20 سنة كان مشارك فيها من مصر نادي بيراميدز، كان عندنا كمان تحت 17 سنة منتخبات مشاركين في نفس التوقيت، عملنا بعدها على طول بطولة تحت 17 سنة منتخبات. فده كله بيساعد ان انت بتطور وبتبادل خبرات وثقافات مختلفه، لعب كوره مختلف، كمان البنات بيكتسبوا خبرات في ماتشات وديه بيبقى فيها تفاعل كبير قوي، فيها تبادل ثقافات، بيتعلموا التطور الطبيعي اللي بيحصل في كره القدم اللي مش مقتصر بس على مصر، لا هي موجوده في العالم كله. وانا شايفه ان الحمد لله رب العالمين ده كله اثر بالايجاب علينا في منتخب تحت 17 سنه، لما النهارده يلعب الاردن ويكسب اول مباراه 5-0 وتاني مباراه 2-0 وديه حتى لو كانت. فهي في ماتشات رسميه بقى قريبه في لسه الاجنده هتنزل قريب. في بقى بطولات ايه؟ تصفيات افريقيا، تصفيات كاس عالم، جونيور كاس عالم تحت 20 تحت 17 سنه، خلاص بقى ليهم كاس عالم كل سنه تقريبا هيتعمل خلاص ده من الفيفا. وبالتالي انت لازم تجهز المنتخبات دي من بدري عشان يشتغلوا، علشان يبقوا مؤهلين وشغالين بشكل كويس ويقدروا ان هم يقابلوا المنتخبات دي بشكل يعني يمثل الكره المصريه بشكل كويس. ما يكونش ان هم لسه جاهزين من اول يوم قبل الماتش باسبوعين نجمع ونلعب، لا هم جاهزين. في خطه اعداد فتره كبيره، في خطه اعداد، في جاهزيه شغالين عليها بقى لهم فتره شغالين، فبالتالي ده هياثر عليهم بالايجاب ان شاء الله ونشوفهم بشكل كويس. خلينا نقول لك برده منتخب تحت 20 سنه لأول مرة عندنا جهاز فني سيدات فيه، كابتن أميرة يوسف حاصل مدير فني سيدات، كابتن أميرة يوسف ومعها كابتن آيات مرتضى مساعد، ومعها كابتن نور كابتن نور كمان الجهاز فني سيدات، هم كمان الكابتن أميرة معها لاينسز إيه. والله ده مهم جدا، احنا زي ما بنشتغل ان احنا نطور اللاعبه لازم كمان نطور المدربين. صح، ما انا واخده لايسنس ايه منين بقى؟ من عندنا هنا من مصر، الاتحاد المصري. اول مره اتعملت اللاينسز او ما جينا لصدارتنا الفتره اللي كان فيها المدربين، اول رخصه اتعملت ايه في مصر. كنت دؤوبه جدا ان انا يبقى عندي فيهم مدربات مصريات يكونوا مشاركين في اللاينسز ايه، ويكون لهم حق ان هم ياخدوا اللاينسز دي. كان من ضمنهم كابتن اميره يوسف وكابتن مريهان، هي دلوقتي في وادي دجله. فده طبعا اكيد زي ما يكون عندنا لعيبه قويه لازم عندنا مدرب قوي ومدربه قويه مؤهله، تكون عندها قدرات متميزه في التدريب كمان عشان تقدر تطور من اللعيبه بتاعتها. فده من ضمن الحاجات الكويسه جدا الموجوده خلال الثلاث سنين دول. خلينا نتكلم كمان على فكره المحكمات عندنا دلوقتي، لو حضرتك بتقول على الدوري المصري بتفرج ده في الدوري في الرجاله ساعات شاهين المغربي وكذا حد كان بيحكم سيده، بالتالي ده بيديهم اكسبيرينس وخبره. فالنهارده الدوري المصري برضو للسيدات كله سيدات في التحكيم، محكمات في عندك 15 حكم صفارة على اعلى مستوى بيأدوا بشكل كويس كل مباريات الدوري. احنا عايزين ناخدهم بقى في الدوري الممتاز رجاله وماله.